بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة عندنا في شغلنا بنحتاجها ساعات كتير، ان انا ازاي ادور على ملف موجود في الجهاز عندي في اوبونتو في على جهاز الكمبيوتر بتاعي. ممكن اكون نسيت مكانه او نسيت اسمه او انا على حسب المعلومة اللي انا عارفها عنه. الامر احنا هنتكلم عليه النهاردة سهل قوي، بالمعنى الحرفي بتاعه اسمه فايند. لو بصينا كده فايند، اول حاجة انا دلوقتي عايز ادور على ايه، هكتب فايند اهي، هقول له مثلا النيم اللي انا بدور عليه دلوقتي اسمه موسيري دوت تي اكس تي. قال لي ايه؟ قال لي الفايل اللي انت بتدور عليه اللي اسمه موسيري دوت تكست موجود في مكانين. في المثال ده موجود جوه فولدر اسمه موسيري اكاديمي 1، موجود جوه ديسكو توب جوه موسيري اكاديمي 3. انا لو عملت مينيمايز كده هلاقي عندي على ديسكتوب موسيري اكاديمي 3، وفعلا جواه موسيري التكست. ادي اول مكان قاله لي. المكان التاني اللي قال لي عليه اللي هو في الموسيري اكاديمي دوت موسيري. بص يا جماعه كده كتب لي ايه؟ ما كتبليش باص، كتب لي على طول موسيري اكاديمي 1. طب فين موسيري اكاديمي 1 ده؟ انا لو عملت بي دبليو دي بمنتهى البساطه كده، قال لي انت المكان بتاعك فين دلوقتي؟ انت جوه الفولدر اسمه هوم، جوه الفولدر اسمه موسيري. يبقى انا لو دخلت هنا كده هوم، دخلت على الفولدر اسمه موسيري، هنلاقي جوه اهو الهوم بتاع موسيري، جواه مين؟ موسيري اكاديمي كذا اللي هو بيقول لي عليه موسيري اكاديمي 1 اهو، ادي فيها موسيري دوت تكس. يبقى هو كده قال لي المكانين بتوعي اللي ايه لقى فيه الملف ده. طيب دي كده طريقه سهله قوي قوي قوي. طب تعالى كده، هو قال لي المكان بتاعي فين، فانا هطلع دلوقتي اهو انا بقيت فين جوه هوم، هطلع تاني انا بره اهو، وهنفذ نفس الامر تاني. بص بدا يعمل ايه يا جماعه؟ بدا يدور في المكان اللي انا فيه، تمام، سيرش على موسيري دوت تكست ده، شوف هيلاقيه ولا لا. هو لسه بيدور، عمال يدور على يدور ما لقاش. قال لها طب ازاي ما احنا لسه شايفينه؟ انا لما كتبت الامر ده اول مره دور في الباص اللي انا جواه اللي هو كان هوم موسيري، هقول له مثلا سيدي هو مسافه. بصوا كده يا جماعه، هدخل على فولدر اسمه هوم، شوف هيعمل ايه، وهنفذ نفس الامر. بص هيطلع لي كام حاجه، طلع لي المكانين، تمام. ليه؟ قال ان انا جوه دلوقتي الهوم جواها هتلاقي موسيري اكاديمي والتكست جوه موسيري اكاديمي، وجواها موسيري ديسكتوب بكذا. يبقى كده فهمت ان هو بيدور جوه الفولدر اللي انا فيه بس. طب افرض انا مش عارف الفولدر نفسه، وده طبعا ده وارد كتير جدا، فاللي هيحصل ايه؟ بمنتهى البساطه كده هتكتب فايند، كل اللي هتزوده هتزود، هتقول له دور في المكان الكمبيوتر بالكامل. بصوا طلع لي النتيجه بسرعه ازاي يا جماعه. انا دورت عليه في الجهاز بالكامل، قال لي انت فين؟ هتقول لي لا ما انت لسه جوه الهوم اهو. لا انا مش جوه الهوم، انا على الجهاز. تعالى كده تاني هقول له فايند موسيري بس. قال لي ايه؟ قال لي انت عندك فولدر اسمه موسيري جوه الهوم، جوه فولدر اسمه موسيري اكاديمي اهي التو، جوه موسيري اكاديمي 1. طب احنا دلوقتي ساعات بيقابلنا ان احنا مش فاكرين اسم الملف، او احنا فاكرين اسم الملف بس الاسم الملف ده موجود كذا مره في كذا ملف مختلف، فانا عايز بتاريخ معين او وقت معين، تمام. فبمنتهى البساطه انا هعمل ايه؟ اول حاجه هعملها هدخل بس بصلاحيات الروت، هاجي كده اعمل سودو باش. قال لي الباسورد بتاعتك ايه؟ كتبتها، تمام. انا دلوقتي معايا صلاحيات الروت، همسح المكتوب ده كله كبير اهو. تعالى كده هقول له فايند، هي بصوا انا عملت اصلا
find the shell طلع لي الهيلو بتاع فايند تمام. هنلاقي جواه حاجه اسمها ايه؟ ايه مينت انت بتتكلم على كام دقيقه، وعندي حاجه ايه تايم انت بتتكلم على كام يوم. فبقول له انا عايز ارجع يومين ورا، دقيقتين ورا مثلا هيبقى سالب 2 ماينس 2، عايز ارجع يومين يبقى ايه تايم ماينس 2، حسب ما انا عايز. فانا في المثال بتاعي اهو هقول له فايند تمام، هقول له مثلا الفايل بتاعي اللي هو نفس الاسم بتاعي مثلا مسلي دوت تكست تمام. طبعا اللي انا كاتب غلط فين ماينس نيم، تمام ده كده لما احنا كنا بنعملوه في الاول كان بيدور فين يا جماعه؟ كان بيدور في الجهاز كله صح، انا غلطان تمام. ولاقيها اهو عندي، انا هزود عليها ماينس ايه مينت مثلا، وهقول له سالب مثلا 2 يعني من دقيقتين، هيطلع يقول لي ايه؟ لا انت الملف ده ما اتفتحش من دقيقتين، حاجه اقول له مثلا ماينس 20، قال لا برضه مش ماينس 20، هقول له من 200 دقيقه اهو، قال لي اه من 200 دقيقه انت فتحت الملفات اللي اتفتحت كذا، هقول له مثلا يبقى كده اتكلمت بايه يا جماعه؟ بالدقيقه، رجعت كام دقيقه ورا انا فاكرها. طيب زيها اللي ايه تايم، بس هنا بقى بنتكلم في ايه؟ في الايام. هقول له من يوم واحد سوري الايه، نسيت حرف الايه بتاعت الايه تايم، بدأ يعمل ايه؟ قال لي اه انت خلال اليوم مدة يوم ورا انت فتحت الملفين في المكانين دول. وزيها بقى زي ما انا عايز، مثلا هقول له ماينس 10 10 ايام وهكذا حسب ما انا عايز تمام. شكرا.